أهلا بكم من جديد. نقل معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية تحياتي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، إلى فخامة الرئيس الدكتور فؤاد معصوم رئيس جمهورية العراق الشقيقة. جاء ذلك خلال استقبال فخامة الرئيس العراقي لمعالي وزير الخارجية الذي يقوم بزيارة رسمية إلى جمهورية العراق الشقيقة. وقد كلف فخامة الرئيس الدكتور فؤاد معصوم معالي وزير الخارجية بنقل خالص تحياته إلى القيادة الحكيمة واعتزازه بالعلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، مؤكدا على أهمية تنمية هذه العلاقات التي تستند لأسس قوية على الأصعدة كافة. من جانبه أكد معالي وزير الخارجية حرص مملكة البحرين على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع جمهورية العراق في مختلف المجالات بما يخدم الشعبين الشقيقين، مشددا على دعم مملكة البحرين لكل ما فيه أمن واستقرار جمهورية العراق ورخاء شعبها الشقيق.